السلام عليكم. تم اليوم إحالة التلميذ على المحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري بعد ضبطه متلبسا داخل مركز امتحان البيامرة بحص ماضي بحي بارك فوراج بولاية بتنة. وحسب مصادر إعلامية محلية فإن التلميذ ضبط متلبسا بالغش في مادة اللغة العربية باستعمال جهاز صغير الحجم كان يضعه داخل أذنه. وفي انتظار صدور الحكم تشهد مختلف مراكز امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم المتوسط لهذه السنة بعدة ولايات جزائرية حراسة مشددة منعا لأي حالة غش. ودعا ناشطون من أولياء الأمور إلى ضرورة توعية أبنائهم من الغش قبل إرسالهم للامتحانات لتجنب دخولهم في أروقة المحاكم وقد تصل العقوبات إلى دخولهم السجن.